أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقة البلاد اليوم. ربما يتذكر جيل معين من الجزائريين عبارة شهيرة في كتاب القراءة للسنة الأولى ابتدائي: نورة تحلب وليلى تشرب. اليوم تحول الأمر إلى واقع، ليس حلب حليب البقرة وإنما حلب العقول الجزائرية. الجزائر تربي، تكون من الابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى الجامعة إلى التخصص في الجامعة، ثم بعد ذلك تأتي فرنسا لتحصل على كفاءات الجزائر عبر مرسوم يسهل على هذه الكفاءات أن تلتحق بمنظومتها الصحية. في الماضي كان على الطبيب الجزائري كي يذهب على فرنسا أن يقوم باستخراج شهادة المعادلة، وأحيانا في سنوات من التكوين يعيدها. هذه المرة فرنسا فتحت الأبواب وتقول للأطباء الجزائريين المختصين المتكونين: تعالوا أنا أحتاجكم. طبعا هذا في عرف براغماتية الدول، هي هجرة انتقائية تريد من خلالها أن تحتفظ وأن تحصل على أكبر كفاءات ممكنة. نتساءل في حلقة اليوم: ماذا عسى الجزائر أن تقدم؟ فرنسا تفتح الأبواب، والأطباء في الجزائر والمنظومة الصحية في الجزائر تعيش هذه الأيام على وقع احتقان كبير. الأطباء المقيمين وكذلك الشبه الطبي، المؤسسات، انعدام استراتيجية وطنية للصحة في الجزائر، كل هذه عوامل يراها الكثيرون أنها عوامل طاردة. في حلقة اليوم نحاول أن نبحث في ما وراء هذا الكرم الفرنسي في فتح الأبواب، وما هي ربما النقاط التي استثمرتها فرنسا نقولها لخطف هذه الكفاءات وحتى تحصل عليها جاهزة بكل المواصفات المطلوبة. في حلقة اليوم أسعد باستقبال كل من السيدة سهام بالريش القيادية في الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. أهلا بك سيدتي. أهلا بك. أهلا. شكرا. وأيضا الدكتور إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. اهلا بك دكتور. اهلا ومساء الخير. اهلا. اذا سيده بريش والدكتور مرابط، خلونا نشوفوا تقرير للزميل احمد خير الدين يلخص لنا قضيه ما يحصل في قطاع الصحه في الجزائر وقضيه فرنسا وفتحها للابواب لهذه الكفاءات، لنشاهد التقرير ثم نعود للنقاش. في وقت يعيش قطاع الصحة بالجزائر حالة من الغليان وموجة من الإضرابات الدورية بسبب حزمة مطالب تؤرق السلطات الوصية كمطلبي الإعفاء من الخدمتين الوطنية والمدنية، أقرت السلطات الفرنسية مرسوما تنفيذيا يقضي بمنح رخص عمل مؤقتة للأطباء الأجانب الراغبين في العمل بفرنسا. المرسوم الفرنسي يدعو أطباء الجزائر بصفة غير مباشرة إلى ركوب موجة النزوح والاستقرار في باريس، فلماذا تبنت فرنسا هذا المرسوم في هذا الوقت بالذات؟ هي الحقيقة فرنسا معروفة أنها عندها نقص الأطباء خاصة في داخل البلد، وقد فتحت هذه الأبواب منذ سنوات لمواطني السوق الأوروبية المشتركة، ولكن الظاهر أنه خاصة البولونيين والرومانيين الذين أتوا على فرنسا كان لهم مشاكل للتأقلم مع المواطنين الفرنسيين. لا أظن كاين فيه ربما غي تزامن في هذا الباب، لأنه ربما كاين فيه إمكانيات أخرى، لأنه على كل حال الأطباء الجزائريين كاين فيه امتحانات يعني ومسابقات باش يلتحقوا بالسلك الطبي الفرنسي، ومش سهلة الحاجة الآن. ضمن فرنسا الآن في حاجة إلى تقريبا 5000 طبيب في الحين، يعني في السنة 2018 و 2019. خرجة باريس قرأها مراقبون على أنها محض مغازلة للأطباء الجزائريين، وتصب في سياق بحث دولة ماكرون على استقطاب الكفاءات الأجنبية، حيث جاء في المرسوم التنفيذي أن الطبيب الأجنبي وبعد حصوله على الموافقة بالانتقال للعمل في الأراضي الفرنسية فإنه سيتمتع بنفس الحقوق فيما يتعلق بالأجور والإجازات والحماية الاجتماعية مثله مثل أي طبيب فرنسي. فرنسا التي تحصي زهاء 17 ألف طبيب جزائري على أراضيها
ها هي تغري المزيد من الأطباء الجزائريين وتسيل لعاب محتجي مستشفى مصطفى باشا الذي اتخذ كمنبر لسلسلة مطالب لا تسمعها مصالح حزب اللاوي بالأذن ذاتها. لا تسمعها أذان حزب اللاوي، لكن سمعتها أذان باريس بصوت واضح. إذن هذا تقرير الزميل أحمد خير الدين حول القضية. أبدأ معك الدكتور إلياس مرابط، رئيس نقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية. بكري كانوا يقولوا خبز الدار يأكل البراني، واليوم طبيب الدار يداوي البراني. وش تشوف القضية هذه؟ احتقان هنا ودعوات هناك. اولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، اولا خليني نقول يعني استطرد الحديث في هذا الموضوع، نقول باللي الوضع هذايا بالك اليوم راه متفاقم وجا بحده مع ردود افعال في الداخل ومن الخارج. نقول انه ردود الافعال من الخارج نفهمها، يعني كل بلاد تحوس على مصلحتها، فرنسا، المانيا، السويد ولا امريكا، كل بلاد تحوس على مصلحتها. السويد يعني مش بريئه خالص. لا فيها من البراءة ما يكفيش. اللي حبيت نقول أنه معروف أنه بلدان أوروبا بلدان يعني فيها تقدم في السن، يعني البوبولاسيون فيها كبرت في السن، وعندهم هذه السنوات الأخيرة يعني تقريبا 10 سنين الأخرى بحدة فيه نقص في الكوادر في القطاع الصحة وخارج قطاع الصحة. نبقى داخل قطاع الصحة فيه نقص. في ألمانيا اليوم فيه طلبة جزائريين راهم يتكونوا في مجال الطب، يعني بداوا الدراسه الجامعيه موازاه مع الدراسه تاعهم، راه يتعلموا اللغه الالمانيه. علاش؟ لانه حتى في المانيا فيه نقص فادح وفيه استقطاب لكفاءات من بلدان شمال افريقيا ومن بلدان اخرى. وفيه ما اقتداوش بالسيد جمال بن عباس اللي قرا في المانيا وعاود رجع لنا. يعني احنا بالنسبه لنا يعني انا نفضل نقعدوا في موضوعنا. موضوعنا هو واش حبيت نقول، انه هذه الوضعيه اللي رانا فيها اليوم ممكن راهي اليوم بحده على مستوى التناول الاعلامي، على مستوى الحراك اللي راه في قطاع الصحه، الاحتجاج اللي راه فات يعني شهرين تاع الزملاء الاطباء المقيمين، اضراب كذلك باسم الاسره الشبه الطبيه ونقابات اخرى ممكن راح تدخل على الخط، يعني بما فيها ممارسي الصحه العموميه. علاش؟ لانه فيه وضعيات متراكمة لم يتم التكفل بها منذ سنوات، ماهيش تعلق بالوزير الحالي. الوزير الحالي جاء صاب الوضعية هذه، يعني خضات من المنحة ما يكفي باش تنفجر، ومع الأسف ولا وصل مع يعني الانفجار توقيت الانفجار. اليوم بالنسبة لنا احنا هذه الوضعيات الكل لو كان عالجناها منذ سنوات، لو كان رانا نقصنا من الحدة تاعها، ولا رانا تفادينا الوقوف على ما يجري اليوم من احتجاجات يعني متفرعة داخل المنظومة الصحية. منظومة صحية سبق وجينا البلاطو هذا وتكلمنا في مشاكلها العديدة، مشاكل على مستوى التكوين، مستوى التأهيل، مستوى التنظيم، مستوى التجهيز، مستوى التسيير، مستوى الغلافات المالية المخصصة، مستوى السياسات ولا أولويات السياسات الصحية اللي لازم تنتهج في بلادنا، بأخذ بيانسير معطيات ديموغرافية وبائية وقدراتنا كذلك الهيكلية والمالية، ونسيرها في إطار ما يسمى برنامج عمل على مدى قصير ومتوسط وبعيد. ما كانش فيه صورة واضحة، ما كانش فيه يعني برنامج عمل مسطر يعني نشوفوه بالعين، وما كانش فيه كذلك استمرارية في التكفل بمطالب المهنيين ومسايرة المتغيرات هذه الكل. اليوم لما نتكلم على الأطباء المقيمين اللي راهم في احتجاج اليوم منذ أكثر من شهرين، نذكر أنه في 2011 كانت نفس المطالب مرفوعة، وكان في 2011 كذلك احتقان كبير، وكان فيه خروج للشارع، وكان فيه قمع، وكان فيه والمطالب هذه يعني كان تتم تناولها على مستوى لجنة مختلطة فيها وزارات وفيها مسؤولين، وكان فيه توصيات لم تأتي أكلها يعني. ولو خلتنا 7 سنين من بعد تعاودوا لي نفس الوضعيات لتكرر. نعم دكتور مرابط، السيدة سيهان بريش يعني وكأنه فيه صورتين أو صورتين في مشهد واحد. صورة للجزائر ما فيها من احتقانات، ما فيها من ربما هذه الأزمات وهذه الهزات، خصوصا قضية طلبة الطب المقيمين، وصورة أخرى في فرنسا تجهز كل الحقوق، تجهز كل الأجور، تجهز كل الامتيازات لفرنسا، وكأنه فيه بيئتين، بيئة تطرد وبيئة تحتضن، وبينهما
طبيب جزائري يبحث عن أفق، يبحث عن مستقبل، يعني كما يقال كانت بين السيناريو واش راه يصير. بون، بداية ظاهرة الهجرة، هذه ظاهرة منذ العشرات السنين. كاين كامل في البلدان الأوروبية، كاين في الإسبان أطباء في من إسبانيا يروحوا لفرنسا يديروا الاختصاص تاعهم باسكو المنظومة الصحية فرنسا خير من إسبانيا، كاين أطباء فرنسيين يروحوا سويسرا يديروا اختصاص تما وكل شيء باسكو المنظومة الصحية في سويسرا خير من فرنسا. وقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكزيت يعني ورات لنا بصورة أنه فيه هجرة داخلية في أوروبا، هجرة واستغلت فرنسا، عندها فرنسا تحوس على المصلحة تاعها كما كامل البلدان، استغلت الأزمة الاقتصادية اللي راهي ضربت، أزمة اقتصادية عالمية اللي راهي تضرب دوك هي على بالها باللي كاين أمور هنا في الجزائر، ما الجزائر كيما كيفها كيما البلدان الأخرى، كيفها كيما البلدان الأخرى قاستها الأزمة الاقتصادية. دوك حنايا المشكل ماشي في هذه، المشكل لازم الحل في بلادنا ولازم الحوار في بلادنا، ولازم هذا الشباب حاصل يا سيدتي، ولازم هذا الشباب ما نخلوهمش يروحوا، هذا الشباب لازم نستثمروا فيهم حنا في بلادنا، لازم التضحيات، انا نقولها ونعاودها، لازم التضحيه. وكيفاش حيصير التضحيه هذه؟ كيف هذه هي لازم الحلول، نجيبوا الحلول، نشوفوا وين راهم السلبيات وين راه المشكل. اي لا مشكل في القطاع الصحه، لازم نفتحوا المجال، لازم نديروا قانون، هذا القانون الصحه لازم الا كاين قوانين تخلي هاد المتخرجين هادو الطلبه المتخرجين لازم نطبقوا القانون. لكن اليوم كل واحد وش يشوف القانون، الطلبه مثلا هذو المقيمين الاطباء المقيمين يشوفوا القانون انه كذا وكذا وحقوقنا مهضومه بين خدمتين عسكريه ومدنيه والعمل في الجنوب في ظروف كذا وكذا، والدوله تقول ان القانون هو انه اضراب غير شرعي وانه في حكم محكمه وفيه وفيه وفيه، كل واحد يشوف القانون بصورته يعني. دوك لازم ماشي هكا، ماشي انا الجنوب الجنوب عندنا حق، وعلاه الجنوب هذا ماشي الجزائر، ماشي داخله في الجزائر، يروحوا يخدموا تما بصح وشنو نوفروا لهم؟ نوفروا لهم امكانيات، نوفروا لهم السكن، نوفروا لهم البيئه. كاينين ربما خلينا نسقسوا عليها يعني الدكتور ياسم رابط، ربما قضيه انه الامكانيات وقضيه المناوبات في الجنوب، يقول لك انه عدد المناوبات في الجنوب قياسي جدا، حوالي 5-6 مرات احيانا كل اسبوع مناوبات، هذا ربما في الاعراف الطبيه وفي القوانين التي تسير المؤسسات الصحيه في العالم غير معقول. ايه كان هذا الضغط نتاع العمل، ولكن يعني انا من ما نقبلش انه كيفاش نقولوا نلخص كلش في قضيه انه كانه المنظومه الصحيه كانت بخير واضراب زملائنا الاطباء المقيمين هو اللي افسد العرس. نو، المنظومه الصحيه في ازمه، تتخبط في ازمه خانقه، مرض مزمن يعني كيفاش نقولوا راهي به منذ سنوات. نتكلم على اصلاح داخل المنظومه الصحيه، بدا في 2004 رانا في 2018، الاصلاح هذا لم ينتج الى الفشل على مستوى القطاع الصحه، جبنا وزير من القطاع ما فرهاه، جبنا وزير من خارج القطاع ما فرهاه. لا اسمح لي سيدي، خليني نقول حاجه، انت قلت بلي جبنا وزير، جبنا وزراء، غير ممكن منظومه صحيه تعرف اصلاحات جوهريه جذريه تعيش حاله عدم استقرار كما اللي عاشها المنظومه الصحيه في بلادنا، الا اذا كان الهدف هو تكسير المنظومه الصحيه والقطاع العمومي لتمرير ما يريد البعض تمريره، هو بيع هذا القطاع ولا الهيكل الصحي العمومي بالدينار الرمزي لمن يريد ان يستثمر مالا الداخل، وهذا يمر حتما عبر تشويه الهيكل الصحي، يمر حتما عبر تشويه صوره المهني داخل قطاع الصحه بما فيهم الاطباء الاخصائيين، بما فيه الطبيب العام، بما فيه طبيب الاسنان، بما فيه الشبه الطبي، بما فيه القابله، لانه لا كان القطاع الصحي العمومي يبقى بصورته الجميله ويبقى بالسمعه نتاع المهني داخله ممتازه ولائقه عند المواطن ما يقدرش يمشي للقطاع الخاص. اذا احنا بالنسبه لنا فيه برنامج مسطر لهذا الهيكل الصحي ولا المنظومه الصحيه في شقها العمومي لتكسيرها، بدات منذ نهايه الثمانينات الى يومنا هذا،
تحت طائل قال رانا في أزمة مالية والدولة ما تقدرش تستمر في 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 هذا في هذا التغطية المالية نتاع منظومة صحية، ورانا في الشق الاجتماعي. لما نتكلم على التحويلات الاجتماعية، من بين أهم التحويلات الاجتماعية في كل البلدان هو هذا التكفل بالصحة نتاع المواطن وبتحقيق ما يسمى العدالة للمواطنين أمام الخدمات الصحية. عنده دراهم يداوي، ما عندوش دراهم يداوي، اللي عنده دراهم يداوي على أساس أنه يقتطع ويشارك في هذاك في الامبو ويشارك في الاشتراكات نتاع الضمان الاجتماعي، واللي ما عندوش تكفل به يتكفل به المجتمع عن طريق ما يسمى التضامن. احنا مع الأسف هذه الاختلالات العديدة الموجودة ما عالجناهاش وخليناها تتفاقم وخلينا الهوة تكبر وتزيد، واليوم تراكمات هذه الوضعيات ما قدرناش نستوعبوها. علاش؟ لأنه في نفس الوقت في عدم استقرار. لما من 2004 إلى 2017 تقريب 10 وزراء تداولوا على القطاع، نقول باللي ما فيش إرادة سياسية حقيقية للنهوض بهذا القطاع. النهوض بهذا القطاع واليوم دكتور حسين ربما في موضوعنا اليوم، ألا ترى أن فرنسا اليوم بهذا القرار في استهداف معين للجزائر؟ والله تتكلم لي على فرنسا. هل هذا بريء ربما في الفترة اللي فيها اختلالات، فيها احتجاجات، فيها احتقال هنا في الجزائر يصدر هذا القرار؟ أخي الكريم، أنا نذكرك منذ أسابيع كنا شاهدنا هذه الصورة المشينة للجزائري والجزائر للشبابنا، هما مكدسين أفواجا أمام المركز الثقافي الفرنسي. يعطيك الصحة، يلا نسينا الصورة هذه عندها أسابيع فقط مع نهاية السنة، نسينا هذه الصورة. الصورة صادفت مع أول نوفمبر. يعطيك الصحة، دوك هذاك الوقت كذلك سمعنا مسؤولين وسمعنا صحفيين وسمعنا قال أن كرامة الجزائريين فوق كل اعتبار وأن يعني الكلام هذاك اللي في الهواء. يعطيك صحة، نخرجوا من دائرة التنديد والكلام المعسول هذاك والشعارات الوطنية الرنانة والأخر منا، ونروحوا للواقع، نحطوا رجلينا في الأرض. الواقع يقول أنه خطابنا لا يوافق ما تطلعات الشباب اليوم، خطابنا، تصورنا، اقتراحاتنا فيها هو يعني بين ما يريده الشباب، ما يراه الشباب، ما يلمسه الشباب، ما يعيشه الشباب، كان جامعي ولا غير هذا جامعي. الشاب ما توفرلوش واش يريد، صح. يهرب ككفاءة. سيدة بريش، معادلة واضحة يعني، بدون يعني حديث حول الكفاءات، وهي كفاءات حب وطنكم وكفاءات ريحوا في وطنكم ووطنكم يحتز لكم. الشاب هذا لما يفتح عينيه يعني عرض وطلب، واش عندي واش ما عنديش، يدير حساباته ويروح. هذه هي المعادلة. شوف اسمح لي انا نقدر نقول لك وي، الشاب عنده الحق، عنده الحق في هذه، عنده الحق، عنده الحق. وشنو لازم تضحية، لازم الكبار هادو يفهموا ويعرفوا بلي الحق الوقت باش نضحوا، باش سي بون، لحقنا حد الباس. لحقنا لي ليميت، لامبا حمراء باش لحقوا الناس هاجر وتموت في البحر، لحقنا باللي سي بون لازم نضحوا على البلاد هذه. كيفاش يمكن يضحوا؟ هذه هي خلاص لغه الخشب هذيك. هما قال لك احنا ضحينا بكري، احنا جبنا لكم الاستقلال، بنينا لكم منا خيرهم يعطيهم الصحه، راهم تاج فوق راسنا احنا. كيفاش ما قلنا راهم تاج فوق راسنا ويعطيهم الصحه ونسحقوهم وكمستشارين ككك مي الحق وقت باللي تداول ولا الشباب اللي يهضر مع الشاب غير اللي يعرف له، غير الشاب كيفو كيو الحوار بين الشاب والشاب غيركو كيفو خلاص. شغل رئيس الوزراء كما قلها رؤساء الوزراء كبار يهضر مع شغل، كي يهضر مع الشاب واش راح يهضر معاه؟ ما عندوش حتى اللغه، ما كاش اللغه. سالي لكن رئيس الجمهوريه يعطيه الصحه، رئيس الجمهوريه يعطيه الصحه، دار مواد للشباب، دار الاخرين. راك تشوفي انه الاختلالات تبدا من تحت. من تحت اعطيها من الديريكتور، من فام دو مينار، من شيف سيرفيس، وطلع الفوق. هذو كل شيء نعطوها من القاعده وطلع الفوق. كي تتسقم من تحت وطلع الفوق تتسقم البلاد هذه. كي واحد يخمم بينه وبين راسه باللي خلاص هذا المال ماشي مال بيلك، هذا المال تاعنا حنا نحافظوا عليه، كي نحافظوا عليه حتى كي تحافظ عليها تولي لك ولا ما توليش لك. بالطبع هذه هي، هذه دارنا،
لازم نسقمو دارنا. راه منا وراه ما يطيروا، راه يعبروا الضفاف. لازم نسقمو دارنا. باش نسقمو دارنا ماشي دينا، بالك نضحوا حنايا، مين اللي كينضحوا حنايا؟ نضحوا للاجيال اللي جايه. لكن إذا دارنا هذه يا أستاذة فيها القمع، فيها التهميش، فيها أنه أقرأ واش تقرأ، أقرأ واش تقرأ، يجي واحد ربما هو أصلا ما سمعش بالقراية وتحاوز معه في سنة أولى أو ثانية ابتدائي، ما احترمنا يعني الناس اللي ما توفقوش في تعليمهم، هذا الشيء يبقى هو يعني العالي عليه، هو اللي يسير فيه، هو اللي يسيطر عليه، وهو نفسه اللي ممكن يتسبب له في تضييقات على مستقبله هنا باش يطير يروح له. شوف جاوب عليها هذه دكتور. لا انا برك الاخر منها، يعني يعني موضوع الحصه، يعني الشيء اللي اقترحته هو انه اسباب الهجرات على الجزائر كل الاسباب يعني. يعني انا ما نجموش نروحوا الاسباب بلا ما نولوا يعني هذه وضعيه هي كيفاش نقولوا ناتج هذا الشيء اللي تكلمنا فيه، ولكن كما الاسباب الحقيقيه هي انه هذا الطبيب الجزائري بصفه عامه، نتكلم على السلك الطبي، كان طبيب عام، كان طبيب اسنان صيدلي، كان اخصائي، كان استشفائي جامعي، ما راهش شايف مكانه في يعني شايف قيمته ده في المجتمع. القيمه اولا واش يترجمها؟ يترجمها الوضع المادي. الوضع المادي نتكلم على خلينا هنا نروحوا نتكلم على هذه النقطه مهمه جدا. مهمه جدا. يعني شحال يخلص الطبيب في الجزائر؟ طبيب الجزائر هذا واش حبيت نقول انا، ونقارنوه شحال يخلص الطبيب في دول اخرى. نبدا شوف صيدلي طبيب اسنان طبيب عام، الاجر يعني كمعدل بيناتهم في لا يتجاوز ال 50000 دينار جزائري، 5 ملايين سنتيم. بعد 20 سنه عمل 25 سنه عمل فيهم اللي يوصل تقريبا 10 ملايين سنتيم. يعني انت راك مشي عبد شبعة طبيب وما على باليش وكذا. اسمح لي لما نتكلم على الاخصائيين يبدا المسار المهني نتاعو ب 6 ملايين و 200 الف. المواطن الكريم اللي يعيش فينا يسمع يفهم، 6 ملايين و 200 الف بعد بكالوريا زي 12 سنه تاع الدراسه بالنسبه للاختصاص، زيد الزاميه الخدمه المدنيه من سنه الى 4 سنوات، صديق على حسب المنطقه اللي يعمل فيها، كاين مناطق في الشمال، كاين مناطق في داخل البلاد، وكاين مناطق في الجنوب. دونك ممكن يروح الاقصى الجنوب يدير سنه ويعاود يولي. دكتور على بالك شحال يخلص واحد لاعب في البطوله الوطنيه المحترفه بين قوسين ما قراش؟ معليش شحال يخلص؟ على الاقل 50 مليون، يعني شحال؟ حوالي 10 مرات على الطبيب العام، شحال ما بيش حال واحد 5 مرات على الطبيب المختص في احسن الحالات. انا والله نقعد لداخل قطاع الصحه ونقعد في القطاع الطبي، في الاختصاص الطبي نشوفوا مثلا اخصائيين يجوا من الخارج في اطار البعثات ولا البروتوكولات الاتفاقيات الموجوده بين بلادنا وبعض الدول، الصين وكوبا مثلا، اخصائيين في نفس الاختصاص، ونقول ونوزن كلامي على باش نقول في بمستوى في عديد الحالات بمستوى اقل من الطبيب الجزائري في نفس الاختصاص. يعني الطبيب الجزائري احسن بكثير في الاداء وفي العمل وفي يتعاطى 10 مرات الاجر تاع الطبيب الجزائري المتخصص. هذه نقاط مهمه جدا، قضيه الاجور ومقارنتها. لكن عندنا مشكل تقسيم الثروه. راح نرجع لهذا الموضوع باش نجاوب على اختي السيده الكريمه. لازم تكون السيده الكريمه قالت التضحيه، انا نظن باللي التضحيه ديجا راهي على موجوده على هذا المستوى. خلينا سوف نعود بعد فاصل قصير ان شاء الله، ونعود الى قضيه الاجور لانها عامل اساسي. نروح نرجع الاجور والامتيازات الاجتماعيه وكذا. فاصل قصير ثم نعود مشاهدينا الكرام ونواصل الحوار. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا الى الجزء الثاني من حلقه اليوم من البلاد اليوم. اذا موضوعنا اليوم حول التسهيلات التي قدمتها فرنسا لهجره الاطباء اليها. طبعا ضيفي في حلقه اليوم كل من الدكتور الياس مرابط رئيس النقابه الوطنيه لممارسي الصحه العموميه، اهلا بك دكتور مره اخرى. وايضا السيده سهام بريش القياديه في الاتحاد الوطني للشبيبه الجزائريه، اهلا بك سيدتي مره اخرى. سيده سهام بريش لو ابدا معك الجزء الثاني مما انتهيت معه مع الدكتور الياس مرابط في الجزء الاول. الأجور هذه راك تشوفيها صح أجور طبيب؟ لا. هل كنت أو المشاهد ربما كان يتصور أن الطبيب في الجزائر في عام 2018 يدي هذه الأجور؟ أنا تصادمت كي سمعت 60,000 دينار، تصادمت. لا 50,000 يعني ماشي حق.
الطبيب ماشي حق. لا ماشي حق. بالنسبة لطبيب طبيب الأسنان والفارماسيا أنا قبل أعطيك معدل طبيب الأسنان والفارماسيا أدنى ذوك الأجر في حدود 42,000 دينار جزائري. أنا طبيب العام في حدود 50,000، طبيب الأخصائي في حدود 60,000. هذا في البداية على المسألة. هذه ما تسرقون يعني في يا سيدتي. 60,000 أنا نهضر الحق والواقع، ما عنده ما يدير بها. يا سيدتي مع احترامنا لهذه الدول، تجي الصومال تديه، تجي إريتريا تديه، تجي ليزوتو تديه، تجي الموزمبيق تديه بهذا السالاري يعني هذا، ماشي فرنسا، ماشي فقط فرنسا. فرنسا وعلا تديه مما فاني اللغة تلعب دور. تلقاه واجد اللغه تكوين تاعهم باللغه الفرنسيه تلقى كل شيء وراهم وراه يتصرف عليهم الدوله تصرف عليهم الملايير باش تقريهم باش تكونهم كل حاجه منظومه التكوين الطبي هي منظومه فرنسيه وتجي تديهم سهلين موجدين وكل شيء شكون اللي سهل لها شكون يسهل الاجراءات تاع هنا حاله الطبيب تاع هنا الواقع اللي رزقوها هنا هذا وش يقول لك هو ما كاش لي ما يق... انا نقولها المسؤول في القطاع الصحه اللي ما يقدرش على عمره يحط كواطو ويسهل دار نشوف دكتور مراب مقارنه خلينا في قضيه الاجور لان شغل المواطن يحسلها شويه الاجور شحال يخلص طبيب في فرنسا طبيب في فرنسا طبيب في حدود معدل 4000 يورو هذه في بدايه المشوار المهني نتاعو يعني يدرج بالك يوصل حتى ل 7000 8000 يورو في نهايه المشوار تاعو ولكن يبدا كمعدل في 4000 يورو دونك 4000 يورو مقارنه بنقولوا مجتمع اوروبي كاين بلدان وين الاجور اعلى من 4000 يورو وكاين وين بلدان ادنى ولكن مام ادنى ما تحبش تحت 3000 يورو وبين هذه الاجور والاجور هذه اللي راهي في اوروبا في فرنسا تحديدا كيفاش باي لغه نتحدث مع الطبيب الجزائري ونقول له يا طبيب ما تروحش ريح هنا هذه بلادك وهذه صحيح هي بلاده لكن حتى الارقام هذه النقديه عندها قيمه في لشاب في مقتبل العمر حبيب نحياته حنا قلت مقبله السيده الكريمه قالت باللي برا لازم تضحيات انا قلت باللي ديجا يعني العمل بهذا الاجور في حد ذاته احنا بالنسبه لنا تضحيه العمل بال يعني بمؤهلات المنظومه الصحيه نتاعنا المريضه يعني المتململه اللي فيها كثير من النقائص وكثير من الاختلالات على مستوى كما قلت مقبل التجهيز على مستوى التمويل على مستوى تنظيمها تسييرها على مستوى التدخلات اليوم المنظومه الصحيه الكل متدخل فيها الوالي يسير الشيف دايره يسير القطاع الماليه يسير الوظيفه العموميه يسير اسلاك الامن تسير ديفوا تدخل في امور لا تعنيها يعني المنظومه الصحيه بكل هذا الخصوصيه نتاعها هي كذلك يتيمه يعني كيفاش نقولوا الاب ولا الابوين يعني ماشي ما شايفين يعني لما متابعين احنا كنا مع وزير سابق كان يقول باللي فوالا يجب يولي قطاع سيادي قطاع الصحه ماذا بنا يولي قطاع سيادي احنا شايفين انه ما نقولوش يولي قطاع سيادي احنا ماذا بنا تترجم اراده سياسيه حقيقيه رئيس الجمهوريه السيد الوزير الاول بالنسبه باسم الحكومه لازم يخليه المهني تاع قطاع الصحه يحس باللي هذه المنظومه الصحيه راه في اولويات البرنامج الحكومه وفي اولويات كذلك مصالح رئاسه الجمهوريه لانه ماناش شايفين ماناش حاسين هذا الشيء يمر حتما عبر مراجعه كثير من الامور بما فيها المحور الاساسي وهو يعني اجور صح يعني تحفظ الكرامه وتخلي وتحفظ الكرامه وتهيئ للتحفيز كذلك لانه التحفيز في المسار المهني الانسان خاطر يشوف يترجم روحه يشوف بدا بيقول لك انا بديت معليش جديد بديت في القطاع العمومي باجر في حدود 50,000 دينار جزائري ولكن انا نشوف المسار المهني تاعي سمعنا مؤخرا دكتور ربما في وسائل الاعلام الوطنيه قالت لك بلي انه من المطالب الاساسيه للطلب يعني الاطباء المقيمين للعمل في الجنوب الحصول على اجور في حدود 60 مليون سنتيم هذا كذب وافتراء وتشويش وتحويل المطالب على مسارها لانه هذا الاطباء المقيمين لما يتخرجوا يولوا اطباء اخصائيين نقابه ممارسي الصحه العموميه تشملهم بقانونها الاساسي لاننا نقابه للطبيب العام والطبيب المتخصص للصيدلي وطبيب الاسنان العام والمتخصص اذا احنا ادرى بهذه الوضعيات وادرى بمطالبهم لما يتكلموا على الاجور ابدا ما كان هذا هو الشيء اللي ولكن تكلمنا باللي يجب مراعاه
مراعاه هذا الجانب وب يعني تحفيزات ماديه. شي اللي دارته البلد هذه اللي كنا نتكلموا عليها البلد المستعمر تاع البارح فرنسا تريد استقطاب كفاءتنا باش هكذاك تريد استقطابها بأجور محفزة بظروف عمل محفزة بظروف اجتماعية محفزة. إذا الشيء اللي ممكن تديره هذا البلد اللي من حقه يحب يستقطب كفاءات مكونة باطل ما صرف عليها حتى شيء نديره في بلدنا احنا، وهذا هو المال اللي يقول فيه يجب على الحكومة أنه تعطي صدى يعني بدل الإجراءات ما تبقاش برك مجرد كلام، بدل القمع والكبت والمتابعات القضائية لكسر الإضراب والاحتجاجات يجب أن تكون فيه لغة أخرى، لغة تحفيزية، لغة لخطاب مهدئ يرافق هذا المطالب ويترجمها عمليا. علاش؟ لأنه هذه الوضعيات راهي متراكمة باسم الممارسين الطبيين في الساحة العمومية، باسم القابلات، باسم الشبه الطبيين وباسم زملائنا الأطباء المقيمين منذ سنوات. في 2011 كان نفس الحراك ونفس المطالب كانت مرفوعة وكان فيه اجتماعات وكان فيه اقتراحات وكان فيه توصيات لم تحترم. نعم. إذن اليوم ماذا بنا؟ أمور عملية وخطاب مهدئ، ماهوش خطاب استفزازي، خطاب يعني يخون، خطاب يطعن في الوطنيه نتاعنا كمهنيين وكاطباء وكجزائريين، هذا غير مقبول. نعم. غير مقبول. نقول الهجره للخارج اليوم كل الاطارات الجزائريه معنيه بالهجره، ماشي غير الاطباء، فيه في مجالات عديده حتى في المجال الاعلام، في اعلاميين شحال عشرات مئات نعرفهم كانوا تكونوا في الجزائر واليوم راهم في قنوات اخرى وراهم في في في, في بلدان اخرى عايشين. اذا هذا ماهوش عيب وما يطعنش في الوطنيه، غير يطوالوا جيبه يروح. الوطنيه الاحترافيه حق مشروع، يعطيك الصحه، الاحترافيه حق مشروع الوطنيه. لكن في بيئه تقدر الاحترافيه سيدتي، في بيئه تمد قيمه للمحترف. شوف المشكل احنا رانا في بيئه تشجع على الانحراف مش على الاحتراف، يعني مع احترامي انا الاضراب تاع الطلبه حق مشروع، حقهم كيما كامل القطاعات حقهم، والمطلب تاعهم مطلب اجتماعي بحث. احنا ماذا بينا ناس واحد اخرين ما تستغلش هذه الظروف باش تستغلها سياسيا، احنا ماذا بينا تكون طبله من طبل حوار الوزير كيما نقولوا احنا يسهل ويريح. المشكل احنا هذو ولدو احنا المشكل سيدتي مشكل فقط النقابات في الجزائر واجتماعاتها مع الوزارات المعنيه دائما يقول لك يجوني بزاف نقابات الصحه، نقابات التعليم، نقابات كلها، شبعنا طوابل، شبعنا طاولات، وشبعنا اتاي وقرارات ما كاش. هذا هو الواقع. تجتمع الابواب مفتوحه لكن الحلول مفقوده. هذه هي جوستمون، لازم الحلول، حقنا وقت تاع الحلول خلاص، دوكا لازم وقت تاع نجيبو واش خص. وكاين ايضا نقطه ربما لما نشوف اليوم عائله جزائريه ربما راهي تشاهدنا وتسمع كلام الدكتور الياس مرابط اللي راهو يوصف لنا في الحقيقه تاع حاله الطبيب في الجزائر. احنا دائما ربما بكري كي كنا صغار معظم الاطفال يقول نحب نخرج الطبيب، وكانه حلمه انه هذا التخصص المحترم اللي راح يعيش فيه في وضع اجتماعي كبير. اليوم جاب لي ربي معظم الاطفال راح يغيروا احلامهم الا اذا كان طبيب ويهرب للخارج. طبيب هنايا ما تفرش عليه، لازم يروح يلعب فوتبول ولا يلعب كشلة. نعم للاسف هذه الصوره يعني الاطباء نتكلموا كاع القطاعات، مام في التدريس، مام كامل القطاعات. احنا ما نهضروش غير على الاطباء، كاين بزاف قطاعات فانت عندهم مشاكل. مي احنا ماذا بينا الحلول، الحقنا الوقت تاع الحلول، جيب لي اعطيني الحل يا الوزير، اعطيني الحل. الحل الاصلاح. شفنا اطباء يعني عوض انهم راهم بيتين يعني في خدمه المرضى او بيتين في بيوتهم غدوه باش راهو يخدموا، شفناهم راهم هنا في اعتصام في مستشفى مصطفى باشا بيتين في الشارع تحت يعني عنايه وكرم السكان. لمن تنادي؟ راح تقول لي لحياه لمن تنادي؟ اذا كانت في حياته ماذا بينا نشوفوه. احنا نقولوا بلي يعني الوضع يعني حقيقه يعني تفاقم، وصلنا الى كما قالت السيده خط احمر، يعني وصلنا الى مستوى يجب اتخاذ اجراءات، يعني لازم تكون فيه جراه ولازم يعني قرارات قويه يعني
تخلي صدى على مستوى المجتمع، ماشي غير على مستوى المجتمع الطبي. اليوم ربما فيه يعني عمادة الأطباء راهي دارت إجراءات حتى ربما تتصدى لهذا القرار، منها إنه المعادلة ومنها شهادة حسن السلوك. وش هل هذا الحل هو حل ديمقراطي؟ لا لا، احنا كنا نفضل اليوم طبيب يريد ان يغادر مثلا، يريد ان يذهب الى فرنسا مثلا، وهذا العماده ما راح تقدم الوثائق. يعني شوف اخي علي، لكن تكلمنا على الطبيب الاخصائي باش يتحصل اولا لما يتخرج، يعني تقريبا احنا سيتي اكسبسيون يعني في العالم، في دول العالم الطبيب ما يتحصلش على الشهاده نتاعو، تبقى رهينه الجامعه حتى كليه الطب حتى يدير الخدمه المدنيه نتاعو. هذه باش تكون على بالك، طبيب الجزائري المتخصص منذ سنوات قرار الحكومه انه وطبقتها الجامعه منذ تقريبا رانا في تقريبا 7 سنوات من السنوات، ممنوع الطبيب الجزائري المتخصص الاخصائي لما يكمل الدراسه يتحصل على الشهاده تاعو، حتى نسخه منها هي محتجزه حتى يكمل الخدمه المدنيه تاعو. علاش الزملاء انا اليوم يتكلموا على رفع الالزاميه الاجباريه تاع الخدمه المدنيه وتعويضها بامور اخرى؟ وش ممكن الامور الاخرى يا دكتور؟ وش ممكن يقول لك المحور الاساسي مثلا؟ انت مثلا نفترض دكتور الياس مرابط تعين ان شاء الله وزير للصحه، وعندك مطالب في الجنوب لتخصصات طبيه معينه عاجله ولازمه، يقولك لازم يا سيد الوزير جيب لنا هذا التخصصات. كيفاش راح تتعامل مع هذا الوضع ما بين طلبه واطباء مختصين ومقيمين تخرجوا وماشي حابين يروحوا، ولا جاتهم ثقيله، ولا جاتهم بعيده، ولا في ظرف ما؟ ظرف المستعجل اولا ماشي من منطلق وزير صحه ولا الاخر، من نقول من منطلق نقابي، لانه عندنا عمل وعندنا اقتراحات رفعناها منذ سنوات للسلطات رئاسه الجمهوريه، الوزاره الاولى، وزاره الصحه، خليناها وخليناها على مستناولناها مع الاعلام في كل مره منذ سنوات. احنا نقول تدريجيا يجب ان نتخلى في المنظومه الصحيه نتاعنا من هذا الاجراء نتاع الخدمه المدنيه اللي جاء عن طريق قانون في 1984، وكان ملزم لكل الجامعيين، كل القطاعات، التعليم، الجامعه، المهندس، المدرس، الطبيب، المهم الكل كنا معنيين. ومن بعد تدريجيا قال فيه اكتفاء وفيه حل الاشكال في القطاعات الاخرى، في قطاع الصحه بقى الا في السلك الطبي والاختصاص، يعني الاطباء العامين تحبس الخدمه المدنيه في نهايه التسعينات، طبيب العام، الصيدلي، طبيب الاسنان، المهم حبسوه بقى غير الاختصاص. لما نروحوا للاختصاص ماشي كل الاختصاصات، الاختصاص في طب الاسنان غير معني، الاختصاص في الصيدله غير معني، الاختصاص الطبي والجراحي هو اللي معني بالخدمه المدنيه. اولا على مستوى المساواه نقول هذو شباب جامعيين كيما احنا كيما هما كيما واحد اخرين، علاش الشباب الجزائري قرا معايا دار الجامعه هو دار اركيتكتور ولا دار مهندس ولا دار يعني اختصاص اخر غير معني انا معني بالخدمه المدنيه؟ هذا الاشكال الاول على مستوى ترجمتها بين الواجبات والحقوق تاع المواطن امام الدستور اللي يساوي بين كل مواطنين. هذه الترجمه الاولى. الترجمه الثانيه ممكن يقول لك يا سيدي تخصصك حاله خاصه، راني رايح محتاج لي في امس الحاجه لي، راني افهمني، راني طلعت للمستوى هذا المستوى اللي حبيت نوصل ليه. اذا هو قال كاين خصوصيه وكاين حاجيات وكاين، هذا يقول فيه تميز بيني وبين تخصصات اخرى. اذا هذاك التميز انا نطلب باش يكون فيه تحفيز مادي مقابل، إذا كان أنا تحتاجني وأنا ملزم بأداء الخدمة المدنية وطالب بمراجعة الأجور نتاعي. شحال مثلا هذا الصدر هذا ممكن تاع الجنوب؟ ممكن يعني نتكلم ماهيش 50 مليون اللي يتكلموا عليها البعض، لأنه هذا كذب وبهتان ومزايدة. وبعض أخرين قالوا 60 مليون، أنا نقولها للمواطن الكريم هذه مغالطة ومزايدة. زملائنا ما تكلموش بهذا الأخر، وحنا كنقابة ما قلناش هذا الشيء، ولكن قلنا كاين مقارنة، قلنا إذا كان الطبيب الصيني والكوبي في نفس الاختصاص يتقاضى ما يعادل 4000 أورو، اللي نشوفوا الترجمة نتاعها بالدينار نتاعنا شحال على 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 1000 على السوق السوداء اليوم راهي 80 مليون سنتيم. الطبيب الجزائري احنا ما قلناش نقول يكون فيه اجر محفز للمعيشه ضعف ثلاث خطرات الاجر اللي راه يتقاضى اليوم، راه يخلص 6 ملايين، اعطيلو اجر اللي يخليه يحفزه ويروح من تلقاء نفسه، لانه راهم شباب ومعظمهم شابات، ويخليه يرتاح نفسيا باش يقدر تدي من
عنده باش تقدر يقدر تستثمر منه كي يرتاح نفسيا. انا امس ربما يعني في الموضوع يعني تحدثت مع كثير من الاطباء. واحد الطبيب يعني تكلمت معي يعني في الفيسبوك قال لي انا كطبيب عام وانا اعزب ما قدرتش نكمل شهر بدون مشاكل، فيا ترى كيف لي وان نعيش ونسير حياتي وانا متزوج ربما في القريب. هذا حال الطبيب في الجزائر. هذا حال الطبيب، هذا حق، حق ما نكذبوش. 6 ملايين ما يديروا والو، 6 ملايين مع المعيشه اللي غاليه ما دير والو. تروح تكري شحال تكري المدن الكبرى، معدل 6 ملايين وطلع الفرق، معدل 6 ملايين تقريبا باش تعمر قش الدار شحال تسقملك. هذه انا نهضروا رياضيات، شحال تسقملك باش تعمر قش الدار باش تشري طوموبيل صغيره باك يا سيدي شيري كوكو هذيك ولا شحال راهي دير هذيك الصغيره شحال راهي دير. راني نهضر بالعاميه باش الناس تفهم. صحيح، راني نهضروا هضره اللي الناس تفهم، اللي الناس العائلات على بالها يعيش الواقع. الواقع اللي رانا عايشين فيه. 6 ملايين ما تلحقوش ميم با 15 يوم. الا كان الا كان سمحتي سيدتي، احنا هذا المحور تاع التحفيز المادي بالنسبه للاجور احنا هذا عنصر بالنسبه لنا ما نسموهش كافي، لانه الخدمه المدنيه ماشي غير الخدمه المدنيه كذلك هو هي ظروف الاقامه سير بلاس. الناس راهي تتحول يعني طبيبات تتحول يفرغوا لهم غرف في مستشفى يحولوها الى غرفه نوم والناس بيتها في سبيطار دي ستوديو مجمعين فيهم طبيبه جات مثل لمسان. انا وقفت على وضعيه كيما هذه في ولايه ورقله، انا وقفت ماشي الناس حكات لي ولا كاطار نقابي تنقلنا في عمل وتلاقينا زملائنا وزميلاتنا وتكلمنا معهم وتكلمونا على ظروف العمل تاعهم. المناوبه اللي كنت تكلم عليها طبيبتان تاع امراض التوليد نساء والتوليد جينيكولوج قاسمين شهر بيناتهم 15 يوم 15 يوم. هل يعقل طبيب ولا طبيبه كل 15 يوم كل يوم هي بيرمانونس؟ وقتاش ترتاح؟ وقتاش ما تقدرش حتى تؤدي الواجب نتاعك كيما لازم الحال؟ وشيء اخر ممكن تغلط لانه التعب هذا والارهاق يخلي. وبالمناسبه نذكر الحاله تاع دكتوره طب الاطفال في المسيده دكتوره اثر وهريه. يعني المعلومه اللي على مستوانا احنا من النقابه لانه تحققنا مع المكتب الولائي تاعنا في مسيله راهي في حاله حرجه في حاله غيبوبه تامه. ما قالوش بلي توفات؟ تمناوا لها لا بعد يعني كان فيه تنبيه من زملاء وتاكدنا انه ان شاء الله تكون بخير ان شاء الله وندعيو لها من هذا المنبر ربي ان شاء الله يشفيها ويخلص عنها. ولكن الحاله حرجه يعني درت ما يسمى نافيس يعني درت جلطه دماغيه وهي في المناوبه نتاعها 11 تاع الليل وكانت في هذاك الاسبوع تقريبا 10 ايام متتاليه يعني قطع الصحه الجزائري مرض العاملين فيها اصبح يعني الستريس يعني والضغط نتاع الحاجيات نتاع المواطنين وهذا حقهم المواطنين. ونظام العمل ربما دكتور في فرنسا او في الدول كيفاش راح يكون مثلا اذا قارنا هذا بذاك؟ والله مختلف تماما. احنا بالنسبه النظام موجود يعني احنا في بلادنا نقولوا النظام الصحي رانا بعاد على انه عندنا نظام صحي قائم بذاته مع الاسف نقولها هكذا يا بمراره لانه احنا رانا في المنظومه الصحيه العموميه منذ بدينا انا بديت كطبيب عام وهذا اختيار يعني كنا هذاك الوقت ممكن ندير اختصاصات ممكن نروحوا القطاع الخاص ممكن ثاني نروحوا للخارج كان في امكانيات كل واحد كان اختيارنا هذاك الوقت قعدنا في القطاع العمومي هذايا وناظرنا فيه حتى نقابيا باش الامور تتحسن ولكن نشوفوا بلي الامور رايحه وتسوء. دونك باش نتكلم على نظام صحي قائم بذاته ما راناش مع الاسف ما راناش في هذا المستوى. اسمح لي نسقسيك برك انت في الاختصاص ميزانيه تاع قطاع الصحه شحال عندها ميزانيه تاع الدوله في قطاع الصحه شحال الميزانيه تاعها بالنسبه للسنه هذه تقريبا 39 الف مليار. هذو 39 الف مليار هذو ما يحسبهم غير السنه ولكن يروحوا ولكن هادو. لما ترجمي تقسميها على المؤسسات الصحيه نعطيك اكزومبل يعني وهذا هو الشيء العام. لما تقسميها كاين جزئين كاين ما يسمى بالتيتر ان يعني
القسم الاول وهو الاجور تاع المستخدمين، والجزء الثاني تاع التسيير وتجهيز. الجزء الاول تقريبا 65 إلى 70%. اسمح لي بك على التسيير والتجهيز. هاني شوف انا التجهيزات تروح تعقب غادي يقول لك ما كاش مخسر، تروح تشوف صحيح ملاحظه جدا في المستشفى ما كاش هذا واش حبيت نقول يعني نهضر لك انا واش كاين الواقع. تروح تشوف اسمح لي باك سيرفيس تاع الولاده تشوف شومبره فيها 15 20 وحده ما كاش. فهمي علاش نقول لك علاش؟ لانه الميزانيه تاع الميزانيه كيتقص بها في الجانب تاع الاجور تاع المستخدمين تقريبا 65 إلى 70% معدل تسمى يروح في الغلاف نتاع الاجور. واش تبقى تقريبا 25% 30% الاقصى الى التجهيز، ولكن التجهيز فيه كذلك اقتناء الادويه، في اقتناء الادويه كمعدل الادويه واللوائح تاع الكونسومابل الادويه حدود 20% 18 إلى 20%. واش يبقى للتجهيز واش يبقى للتكوين واش يبقى للبحث العلمي داخل المنظمه الصحيه؟ قول لي 3900 كل عام. كل عام ولكن هذا الخدامين يخلصوا كل عام كذلك. معليش كل عام كل عام نحو شحال تقول 18% للتجهيز. ها العام هذا نديرو 18 ولا ما على باليش. وهذا اسمح لي وهذا التجهيز اذا راح في طريق الصحة هنا وهناك المطبات والدورات هذيك المعروفين وهذه ما عندهاش علاقة بالطاقم الطبي، السلك الطبي لا يسير تسيير لا يسير. هو مسير وليس مسير. يعطيك الصحة يعطيك الصحة. اليوم حابة نلحق تاع القطاع الصحة اللي حابة نلحق واش راهو صاري فيه من مسيرين ها واش راني حابه نلحق اليوم. واليوم ربما في الختام السيده سهام بريش واش لازم واش تشوفي انتيا انا واش لازم يعني الصحه وحتى كل اطارات الشباب باش يبقاو هنا ما يغويهمش ما يديروا لهمش يعني العسل هناك باش يروحوا انا لازم نخليهم هنا. نقول لك نحبسوا من هذيك العقليه تاع مال بيلك، باسكو مال بيلك يطمع كاع الناس يطمع مالك المال بيلك يطمع الناس، يطمع الديريكتور يطمع شيف سيرفيس يطمع كاع ما نهضروش على الاطباء يطمع. حبسونا من عقليه مال بيلك وعلى القطاع الخاص وعلى القطاع الخاص كي تروح ليه تلقى كلشي يشعل باسكو واقفين عليه المال ديالو واقف عليه. ما نحن نفكروا بلي هذا مالنا هذا المال تاع الجزائر، هذه بقرة الحالوب تاعنا كامل تاع 40 مليون جزائري وكاع نبكوا عليها وكاع نحاذروا عليها. دوك هذا رئيس الجمهورية ماشي كل واحد يدير له بوليسي عند راسه يعسو. دوك كيما انا نعرف بين الحلال والحرام نعرف نحلل شهريتي وبس نخدم قيس شهريتي وبس، حاجة واحدة أخرى كاع حرام. هذه هي دكتور إياس مرابط واش نروحوا للخوصصة؟ لا الخوصصه ابدا ماهيش الحل. الورك هذه انا اللي قلت باللي فوالا التشويه اللي بدا منذ سنوات نتاع الهيكل الصحي العمومي ومن بعده التشويه نتاع الصوره تاع المهني في قطاع الصحه من البروفيسور حتى الابسط يعني عاوننا على مستوى المنظمه الصحيه هو المغزى نتاعو. هذا هو عم يقول ديجا اقلمنا المواطن يعني منذ سنوات وبديناه بروح دير التاير تاعك في البريفي، روح دير الراديو تاعك في البريفي، الجراحه هذه ما كانش هنا باسكو المنظار مكسر دونك لازم تروح ديرها في البريفي. عندنا سنوات وحنا نوجهوا فيه ونهيكلوا فيه ونهيئوا فيه. اليوم وصلنا عن طريق مشروع قانون الصحه وحنا بالمناسبه كنقابه نطالب بتجميده والغاء العمل به حتى يعاد النظر في دراسته مع الشركاء الاجتماعي لانه هذا الشيء لم يحدث. هذا المشروع اللي راه موجود على مستوى البرلمان هو جوستمون باش ياثر الوضعيه هذه اللي موجوده من الناحيه القانونيه. واش حاب يقول المشهد اليوم دكتور نشوفوا اطباء جزائريين مازالهم يقطعوا ويروحوا الضفه الاخرى؟ الحل هو في بقائنا لهنايا ولكن ماشي بالكلام فقط، ماشي بتانيب الضمير، ماشي بالخطاب هذاك اللي يخون وبالخطاب اللي رافع يعني كيفاش نقولوا شعار المواطنه ولا حب الوطن. الوغ مسؤولي اللي يتكلموا بهذا الاخر منا هما يداووا في الخارج، دونك هما ماهمش دايرين كونفيونس في المستشفيات يعني ما تزيدوش علينا ما تزيدوش علينا. واحد ما اخر منا في الوطن رانا كاع اولاد الجزائر وكاع احفاد الشهداء وكل شيء. يعطيك الصحه ونقول انه يعني حان الوقت انه هذه المنظومه الصحيه تكون في صميم يعني اولويات السياسات الحكومه
وتكون كيفاش نقولوا كركيزه من ركائز التحويلات الاجتماعيه، لانه التحويلات الاجتماعيه اساسا هي هذا التكافل الصحي والرعايه الصحيه وامور اخرى. اشكرك جزيل الشكر الدكتور الياس مرابط رئيس النقابه الوطنيه لممارسي الصحه العموميه، كما اشكر السيده سهام بريش القياديه في الاتحاد الوطني للشبيبه الجزائريه. اشكركما على المشاركه في هذا الموضوع المتعلق بقطاع الصحه، وقطاع الصحه ومن المواضيع الشائكه، نتحدثوا وتروح وترجع. ان شاء الله يوم من ما تكون عندنا منظومه الله صحيه، يكون الحوار والقانون تطبيق ان شاء الله القانون. منظومه صحيه ترقى الى تطلعات المواطن الجزائري وترقى الى تطلعات الطبيب وكل يعني ممارسي الصحه. اشكركم جزيل الشكر ضيفي الكريمين، كما اشكركم مشاهدينا على كرم المشاهده. سلام الله عليكم.